وممكن لا بيطلب منك انت كمسلم وتقي انه ترجع له مشان يغفر الذنب. وهون نيجي لموضوع المغفرة. شو معناه تستغفره؟ غفر، الغفر، الغفر، الغفر. او قبل الغفر على فكرة في سبق اذا بتذكروا احنا كنا تكلمنا في الانابة في الاوب، وهي التوب، توب وانابة واوب. نعم العبد انه اواب، اواب لانه اواب مرحلة، لانه اعلى، ان الله يحب التوابين الرجعين، هذول اللي بيرجعوا عن الى، اللي بيرجعوا عن الى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. الاواب ايش الاواب؟ ايوه اللي مرجعيته دائما الله، مرجعيته دائما الله، مرجعيته دائما الله. هذا ما له علاقه بالمعصيه، ما لها علاقه بالمعصيه، مرجعيته دائما يرجع الى الله في كل شيء، بيرجع الى الله ويرجع كل شيء الى الله. طب واناب؟ الانابه برضو فيها معنى رجوع على فكره. الانابه بيمشي في الطريق، بيمشي في الطريق، كل ما شويه سهى بيرجع، كل ما شويه سهى بيرجع منيب. لذلك بيختلف التائب عن الاواب عن المنيب. التائب بيرجع عن المعصيه او عن الذنب الى الله، او بيرجع عن الشيء اللي فيه مؤاخذه الى الله، والله بيرجع عليه بالقبول والرحمه. انما المنيب والاواب هذه مراتب. أواب، نعم العبد انه اواب، والمنيب سالك في طريقه الى الله، كل ما غفل بيرجع. سالك، اذا هو سالك، كل ما غفل بيرجع. بالتالي ممكن يتضح معنا كمان شوي. ما هو شو رايك؟ عفوا، تصوروا انتوا، تصوروا انتوا لو ما كان الله مشرع التوبه، مشكله اللي بغلط مره واحده وخلصنا. نعم، اذا الله سبحانه وتعالى حتى لما بتوب لها صور كثيره، من ضمنها انه الله سبحانه وتعالى عندما يقبل توبتك، مشان برضو اذا صار معك التوب. اما اذا عارف انت انه الباب مغلق ترجعش كمان مره، جيت على الباب لقيته مغلق شو برجعك؟ لكن لما يفتح لك باب التوبه، تاب عنك اول مره، طيب ممكن يرد يوقع كمان مره. والله ما هو الله تواب، بتوب، ما هو مجرب، الله بتوب. لذلك هي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيها الشرك، بما فيها الشرك في الدنيا. اما في الاخره في شيء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. اذا معناته اعظم ذنب شو؟ اذا اعظم ذنب شو؟ الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لانه هو الاعلم بخلقه، لمن يشاء. اما في الدنيا حتى الشرك يغفر، فيش اشي لا يغفر في الدنيا طالما انه في رجوع الى الله وندم حقيقي، مش هيك؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لما شرع التوبه من اجل انك تتوب، ولما بتوب عليك من اجل برضو اذا رد وقعت التوب، وبتوب عليك مشان التوب. طب واذا ما تابش؟ ولذلك سبق تذكروا الحديث الصحيح، الرجل اللي قتل 99 نفس وسأل عن اعلم اهل الارض، اعبد اول شيء سأل عن اعبد اهل الارض، فدل على عابد فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ شو قال له هذاك العالم العابد؟ قال له مالكش، ماليش، قتلوا كمل في المية. هيو شفت ليش؟ لان بكله فيش توبة. لو قال له في توبة بتوب، مش هيك يا شيخ؟ اعبد. ولذلك كثير ما بيكونوا العباد بظنوهم الناس علماء، بظنوا انه العابد عالم يعني، فبيروحوا بيستفتوهم، بيشوفوه في الشارع ماشي لحته طويله شويه ودشداشته قصيره شويه كمان الى اخره، فبظن
انه عالم وقال لك انا لقيت شيخ وقال وسالته هيو الرسول بيقول لك هيو عابد اعبد الناس واعطى الفتوى الغلط، ثم سال عن اعلم اهل الارض. طب ما هو الاعلم بده يكون اعبد، ما هو اعلم العلم الحقيقي. ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم اتاه فقال انه قتل 100 نفس الان، فهل لهم من توبه؟ قالوا نعم. ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن زي ما قلنا انه شخص العالم شخص واقعه، عرف انه هذا الانسان انسان في داخله نقي، يبدو انه ارضه الارض اللي فيها الناس اللي هو بينهم ناس شو تصوروا لكم تكونوا موجودين مع هذول اللي بتشوفوهم في الاعلام الاعلاميين، تكون بينهم انت تصبر عليهم هالسفل اليوم اللي قاعدين بيروجوا للطغاة وانت تكون شهم، يعني تصبر عليه هو قدامك؟ ما انت بجوز تكسر التلفزيون اليوم لانه بعيد عنك، كيف لو قدامك هذا الزلمة بتشوفوهم، بتشوفوا شخصيات اشكال والوان اشي مخلوقات عجيبة ما كنا نتوقع انها موجودة. ابليس يعني فرحان ليش؟ لانه بالذارة فيهم بكرة بصير وراهم يتخبى. فهون عرف ايش قصته واحد نعم. وما يحول بينك وبين التوبة انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. عرف انه قصته هذا شهم الزلمة ومقتل 100 ليش؟ ما بصبش على الغلط، كله غلط من حوله، معناته اترك من يعني اذا بتظلك فيها بتظلك تقتل. انتبهتوا ليش الله يسر له يتوب؟ لانه من جوا صادق، هذا من جوا صادق ولا. فهنا اذا نجي ايش للمغفرة والغفر. نعم هو الدين فاتح باب التوبة طبعا، لانه اغلاق باب التوبة هو الذي يؤدي الى المعصية والتورط فيما هو اكثر، وهذا الحديث اللي قلنا هذا الحديث الصحيح. لكن انت تفتح الان باب التوبة انه يكون انسان بندم وبتوب وبكون ناوي من داخله يكرر، لا ما اظنش، وانما هي بتيجي معاه في الحياة، تيجي معاه في الحياة. ثم مين بيضمن انه يعيش حتى يتوب؟ ثم مين بيضمن انه يعيش حتى يتوب؟ اثنين. ومين قال انه الله سبحانه وتعالى يسهل التوبة لاي انسان؟ اذا كان انسان مصر على المعصية وبكررها وبقول بتوب، كيف يعني بده يفتعلها هو؟ هذا الانسان اللي بده يندم على المعصية كيف ممكن يكون ناوي افتعالها وهو اصلا ندم؟ لانه ذلك لما اشترطوا انه يكون التوبة ندم عن الفعل. بس ممكن واحد يندم على فعل ثم يرد بعد شهرين يرد يرتكبه ويضعف ويرتكبه، بس ما بكونش ناوي ابتداء لما تاب انه يكرره. تمام. ثم مين قال انه الله سبحانه وتعالى بيسر لاي واحد التوبة؟ لا، في ناس بمنعهم اصلا من التوبة، بمنعهم. سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون. هذا موضوع الآن في موضوع يوم القيامة، ما أوجب الله على نفسه التوبة أوجبها، هذه بدها شرح لحالها. فإذا مش صحيح، هو فتح باب التوبة هو اللي بيجعل الناس في الواقع الحال إذا ضعفوا يتوبوا، ومن قريب كمان لما بشوف إنه لأنه ما بدريش إيش بصير. ثم مين قال انه بكون متأكدين من 100% انه قبلت التوبة، انه قبلت؟ انه قال لا، هذه لمشيئة الله. وهذا بتبع انه الله مطلع على القلوب وبيعلم، مطلع على القلوب وبيعلم انه هذا اللي بتوب هذا فعلا عن جهالة، يعني طغيان شهوة، طغيان غضب، تفاصيل نسيان، غفلة، كذا، ما قلة علم، عدم اصرار، في تفاصيل. بس مين قال انه يعني كل ما تبنى معناته متأكدين 100% انها انقبلت؟ انو قال؟
انه بكون متعبدين احنا يعني. فلما يكثر منهم هو يعني مين قال انه بكون هو يعني عارف انه يعني خلاص قبلت يعني منقولها وخلاص منقولها وخلاص. طب ما هي اهم شروطها ان تكون فيه فعلا من داخلك انت ندمان خلاص. اذا هذا اللي من داخل ندمان ما بكونش ناوي يخطط لغيرها، تيجي غيرها هيك صدفه.